السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي دائما الهام شانيل. جيسبر تكونوا كاملين وكاملات بالف خير ان شاء الله وبالف صحه. لا فيديو ديال اليوم غادي تكون عباره عن نصائح منزليه تجميليه، دونك نتمنى يا ربي ينال الفيديو الاعجاب ديالكم. ما تنسوش اللايك لكي تزيدوا تشجعوني كثار وتزيدوا تدعموني اكثر واكثر ان شاء الله. دونك يلا نبداو مع اول نصيحه اللي كتخص لي سبادغي ديالنا. دونك ديما لي سبادغي ديالنا سواء كانوا في الكحل في الاحمر في الغوز، دونك اي لون كان عندنا لتحت كيكون واحد البلاستيك، كيكون واحد المكون ديال البلاستيك اللي كيكونوا توجور دايرينه لتحت، ديما تيتوسخ، ديما متعرض للتراب، متعرض للغبره، متعرض للجميع المشاكل اللي كتوسخ لينا لي سبادغي ديالنا. دونك انا جيتكم ان شاء الله بفكره او نصيحه اللي ربي تنال الاعجاب ديالكم اللي هي سينيال. دونك خذوا اي معجون كيف ما كانت النوعيه ديالو كيف ما كان الاسم ديالو ووضعوه على شيتا وحكوا البلاستيك اللي كاين تحت من السبادغي ديالكم كيف ما غادي تشاهدوا في الفيديو. كونوا متاكدين ان هذه القضيه ديال البنات كتحيد لكم داك الغبره وداك السبل وداك الوسخ، غير حكوا مزيان، حكوا دو فوا ولا تخوا فوا لو ماكسيموم ومسحوا بزيف عادي وغادي ان شاء الله تلقاو نتيجه. هاد النتيجه هذه مضمونه ومجربه. بالنسبه لتاني نصيحه البنات كتخص المحابق، دونك اي محبق عندكم الا بغيتوه يكون زوين ويزيد يكبر بحال هاد المحبق هذا اللي عندنا في الدار ديال الفلفله السودانيه والفلفله الصغيره اللي فريمون حار بزاف والماكله ديالو كتهبل، دونك الا بغيتوه يبقى لكم حي ويبقى لكم على هاد الشكل هذا واخا تقردوا منه الفلفلات عاود تنوض لكم، ما عليكم غير تسقيوه دو فوا ولا تخوا فوا في النهار، ما تبقاوش تسقيوه كل نهار، داك السقيان ديال كل ساعه وكل دقيقه راه كيخسر لكم المحبق ديالكم. وديما غسلوه بالنبات خضر ديال الشيبا ديال النعناع ديال فليو ديال اي نبات خضر كان عندكم في الكوزينه ديالكم غسلوه به، ما ترموهش لان باش يزيد يحيا داك التراب ويزيد ينمو ان شاء الله لكم. بالنسبه للثالث نصيحه كتخص الصبيبطات ديالنا، دونك فيما كان عندنا شي صباط كتكون فيه الريحه كنرميوه ولا تلوحوه كتكون فيه ديك الريحه ديال قوه الباس، ولا كيكون شي صباط بعض المرات غير هكذا كتكون الريحه ديالو كريهه. دونك غاتجيكم انا ان شاء الله بهاد لي ساشي اللي فيهم ريحه زوينين، هادو كنت خديتهم عند ايدن فور يو، غنخلي لكم الرابط لتحت الا بغيتوهم. اي ساشي كان عندكم فيه ريحه زوينه استعملوه باش تحيد لكم الريحه من الصبابط ديالكم. بالنسبه لرابع نصيحه كتخص هاد السداده هادي ديال لي سورفيت ولا ديال اي بيجامه كانت عندكم، دونك الا بقات كتعكل لكم كيف ما كتشاهدوا في لا فيديو ما عليكم غير تاخذوا فازلين اولا تاخذوا اي كريم تشبه الفازلين، ماشي بالضبط فازلين مي اي كريم كيشبه الفازلين كيف ما كتشاهدوا في لا فيديو وديروه عليها اولا على ديك السلسله كامله اللي كتعطر لكم وان شاء الله غادي تلقاو نتيجه ما غاديش تبقى تعطر لكم. بالنسبه للخامس فكره وهي اخر فكره معنا في هذا الفيديو اللي هي كتخص كذلك الصبابط، الا بغيتوهم يبقى فيهم ريحه وما عندكمش هذوك لي ساشي اللي هدرت عليكم في اول ديال الفيديو غادي تحتاجوا هذا البودر هذا ديال اوغيفلام ديال ريحه ياسمين، فريمون فيه واحد الريحه كتهبل. خذوا اي بودر عندكم ماشي بالضبط هذا مي اي بودر عندكم فيه ريحه زوينه ووضعوه على الصبيبطات ديالكم وشدوا هذاك البودر دخلوه لداخل وخليوه نهار وغادي تلبسوا الصباط وتفكروني فريمون غادي تكون واحد الريحه كتهبل. دونك فوالا البنات جيسبيغ لا فيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش اللايك 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 اهم حاجه، وما تنساوش تشتركوا في القناه لكي يصلكم كل جديد على القناه ديالي دائما الهام شانيل. شكرا على تعليقاتكم الزوينين، شكرا على لي ميساجات ديالكم اللي كنتوصل بهم اون بريفي سواء في انستغرام او في سناب شات او فيسبوك، شكرا لكم كاملين وكاملات. وما تنساوش تخليوا لي تعليق زوينه بحالكم في خانه التعليقات وانا نقول لكم نشوفكم ان شاء الله في لا بروشين فيديو عن قريب. غرو بيزو وسلام عليكم.